السابعة مساء، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلوها بأبرز العناوين. نسبة الإشغال على مستوى النزل المفتوحة بولاية المنستير تتراوح بين 90% و100%. هيئة الانتخابات ستستأنف قرارات المحكمة الإدارية بخصوص نقض 3 قرارات. بن عروس الكشف عن مخزنين عشوائيين وحجز 2100 كيلوغرام من الدجاج المذبوح غير الصالح للاستهلاك. وبمناسبة حلول السنة الإدارية لسنة 23 و2000 وزيرة الأسرة تشارك كبار السن أجواء الاحتفال بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة. إلى تفاصيل النشرة، حيث أكد المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة لمراسل حياة فم بلجيا بأن نسبة الإشعال على مستوى النزول المفتوحة بولاية المنستير تراوحت ما بين 90% و100%، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية. وأضاف بن حليمة بأن المقيمين حاليا بالنزول هم من التونسيين والجزائريين والفرنسيين والألمان وبعض الجنسيات الأخرى، مشيرا بأن الأرقام المسجلة خلال الفترة الممتدة من غرة جام في 22 و2020 من ديسمبر الجاري على مستوى عدد الوافدين بلغ 75% من الأرقام المسجلة خلال سنة 19 و2000 و51% من الليالي المقضاة مقارنة بنسبة 19 و2000. تمكنت يوم أمس دورية تابعة لفرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس من الكشف عن مخزنين عشوائيين كائنين بولاية بن عروس عمد أصحابها إلى الذبح وسلخ الدجاج قصد ترويجه دون التقيد بمقاومات السلامة والشروط الصحية الأساسية والترتيب الجاري بها العمل، وهو ما أكده فريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية المرافق لعوان الفرقة، حيث بتفتيش المخزنين تم حجز كمية من الدجاج المذبوح قدرت ب 2100 كيلوغرام بالإضافة إلى حجز عدد 1080 طير دجاج حية. هذا وسيقع وتلف كمية الدجاج المذبوح باعتباره غير صالح للاستهلاك، وبمراجعة نيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه. قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري بأن الهيئة ستستأنف الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص نقض قرارات هيئة الانتخابات حول النتائج الأولية للدور الأول من انتخابات تشريعية في 3 دوائر انتخابية. وأضاف تليل المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن هيئة الانتخابات ستنتظر الأحكام الاستئنافية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون الثلاثة المقبولة لتطبيق هذه الأحكام وفق ما ينص عليه القانون الانتخابية. وفي ذات السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه بإمكان الذين قدموا طعونا في الطور الأول القضائي ولم يتم قبولها بخصوص القرارات الأولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات التشريعية أن يستأنفوا طعونهم. وقد استكملت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية أمس الجمعة التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولي للانتخابات التشريعية في دورها الأول برفض 40 طعنا شكلا وقبول 12 طعنا شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا. شاركت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ملب الحاج موسى ظهر اليوم السبت المقيمين والمقيمات بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة أجواء الاحتفال بحلول السنة الإدارية بحضور سمير عبدلاوي والي بنزرت. وأكدت الدكتورة ملب الحاج موسى أنه سيتم خلال سنة 23 و2000 تجهيز مؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة للطاقة الشمسية حرصا على المؤسسة. وأكدت الدكتورة ملب الحاج موسى أنه سيتم خلال هذه السنة تجهيز مؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة للطاقة الشمسية حرصا على الترشيد الطاقي والتحكم في كلفة الإنارة. وفي هذا السياق، وفي العالم، قال الجيش اللبناني أن قواته البحرية نفذت عملية إنقاذ اليوم السبت بأعداء غرق قارب يقل 200 شخص كانوا يستعدون لعملية هجرة غير نظامية. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نسبة الإشعال على مستوى النزول المفتوحة بولاية المنستير تتراوح بين 90% و100%. هيئة الانتخابات ستستأنف قرارات المحكمة الإدارية بخصوص نقض 3 قرارات. بن عروس الكشف عن مخزنين عشوائيين وحجز 2100 كيلوغرام من الدجاج المذبوح غير الصالح للاستهلاك.
وبمناسبة حلول السنة الإدارية 23 و2000، وزيرة الأسرة تشارك كبار السن أجواء الاحتفال بمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة. نهاية العرض الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع نور وبقية الفريق.